ورجعنا لحضراتكم مرة تانية مع الفقرة الأساسية المهمة لكل السيدات اللي طبعا بتحب الأكل ومش عارفة تنزل أو تنزل وزنها. بيكون عندها مشكلة في الحرق، بيقعدوا كتير يفكروا في حل المشكلة دي. طبعا معروف أن السيدات والبنات بتحب أن يكون جسمها رشيق وجميل ودايما شكلها اصغر من سنها. النهارده ان شاء الله موضوعنا عن اهميه فوائد الميه في انقاص الوزن، وتقدروا كمان تاكلوا زي ما انتم عايزين، وكمان الجسم ياخد كل الفايده من كل الاكل من غير زياده في الوزن. كمان نقدر اننا نعلي الحرق بتاعنا وتخسروا من وزنكم من تقريبا 6 ل 8 كيلو في الشهر. طيب، سمعنا كتير ان الميه ليها فايده في إنقاص الوزن، هل ده حقيقي؟ خلينا نعرف إزاي مع دكتور دينا أبو السعود المستشار الطبي لشركة بايو ناتشرالز. منورانا النهارده يا دودي. عاملة إيه يا قمر؟ عاملة إيه عظيمة؟ أنا الحمد لله حبيبتي. عاملين حاجات حلوة يعني، أنتِ شفتي. حبيبتي يا دودي. حبيبة قلبي. طبعًا موضوع مهم، وفكرة إنه من 6 ل 8 كيلو هتفرق مع ناس كتير قوي. طبعًا طبعًا. يعني وزن لا بأس به، وفي نفس الوقت ليس نزول بشكل قوي أو نزول في أعداد كيلوات قوية فبيأثر علينا فيما بعد. صح. فبنرد تاني اللي إحنا زدناه. صح. اللي إحنا نزلناه، فخلينا النهاردة نتكلم بقى معاكي واحدة واحدة كده. قولي لنا أنتِ عايزانا ناكل إزاي براحتنا وناكل اللي نفسنا فيه، وفي نفس الوقت نخس من 6 ل 8 كيلو، والمية ليها دور فعال معانا ومن غير كمان ما ننقص فيتامينز. عروستي يا دينا. عروستي. أنا بقول ناكل اللي إحنا عايزينه بحساب. كويس. مش ناكل اللي احنا عايزينه منفتح قوي. اوكي. طيب ازاي نقدر ناكل اللي احنا عايزينه بحساب ان احنا نقدر نحجم شهيتنا؟ لازم طول الوقت نعرف يبقى عندنا اراده ونحجم شهيتنا. طبعا احنا ارادتنا زيرو. اكيد. فلازم عامل مساعد ان اقدر اكل اللي انا عايزاه بمقادير صغيره. كويس. ونكتر البروتينات. ده مهم، ونكتر الالياف ونقلل النشويات. مش شرط يبقى بروتين حيواني بس. لا، ممكن لا. يبقى بروتين نباتي. ما في ناس نباتيه فيجيتيريان. بروتين قد كده. البروتين النباتي والمشروم. والمشروم مليان بروتين. يعني اقصد في حاجات جميله، اي نوع من انواع البروتينات مفيده، لان البروتينات بتعملي العضل. حلو قوي. والعضل هو اللي بيحرق لي الدهون كمان. كويس. وطبعا الميه ليها دور اساسي. احيانا بنحس ان احنا جعانين وبتطلع يعني احنا عطشانين مش جعانين، بس المخ بيترجمها ان احنا جعانين. فبتيجي تشرب ميه تلاقي نفسك شبعتي. اوكي. واولا واخيرا الميه اساس كل حاجه حيه. ولما بشرب ميه كتير ما بعرضش جسمي للجفاف. ده صحيح. مهم جدا خصوصا فتره الشتاء كمان كلنا طبعًا. بنعاني من الجفاف اصلا. طبعا طبعا. والميه ديتوكسيفيكيشن للجسم. وكل اجهزتي محتاجه ميه، والميه بتساعد على تذويب الدهون، فالميه ليها دور اساسي سواء ساقعه او دافيه. بالظبط. طيب ازاي نقدر نجبح الشهيه او نحجم شهيتنا وناكل اللي احنا عايزينه بمقدار؟ الحقيقه شركه باي ناتشرالز انتجت كورس رائع لانقاص الوزن، ومش بشهادتي، بشهاده كل الساده العملاء اللي استخدموا هذا الكورس. كورس اللي انا شايفاه على الشاشه دلوقتي طبعا بيستا وقلب مالتي فيت مالتي فيتامين. لما قلت لي عايزين نخس وما نقللش الفيتامينات. الفيتامينز ما تنزلش من اصل بيبان على وشنا وضوافرنا وشعرنا. طبعا. حتى على الطاقه وطاقتنا يدينا. صح. بنحس بخمول وهمدان كده، الواحد بيبقى تعبان فعلا. بالظبط. فلازم اخد الكورس على بعضه والجرين كوفي اللي بيعلي لي معدل الحرق. وطبعا بطمن الناس ان بيستا مرخص من وزاره الصحه المصريه، وقلب مالتي فيت او يعني مرخص من هيئه سلامه الغذاء. هايل. طيب هبدا معاكي بالمنتج اللي بيخسسني. هبدا معاكي بالمنتج اللي يخليني يحصل انقاص في الوزن بطريقه صحيه وامنه ومن غير تعب، هو بيستا. كويس. بيستا رائع في انقاص الوزن. لان بيستا مكوناته عباره عن الياف مع كروميوم مع فيتامين سي. فقط. طيب ايه الالياف اللي داخل بيستا اللي بتخليني تجبح شهيتي وتحجم شهيتني وتخليني اخس؟ وبلاحظ الخسسان من اول اسبوع، ودي حاجه كويسه جدا، وده بيدي حافز لاي مريض سمنه انه يكمل على الكورس. من اهم الالياف من اهم الالياف اللي داخل بيستا نقدر نقول رده القمح
ردة القمح والشوفان والسيليوم. التلات ألياف دول لما باجي أخد بيستا على كوباية مية كبيرة، أهم حاجة يا جماعة إن احنا نشرب مية كويسة قوي وندوب الكيس كويس جدا قبل الوجبات الرئيسية بنص ساعة. كويس. ليه قبل الوجبات الرئيسية بنص ساعة؟ عشان الألياف اللي داخل بيستا هي اللي بتنفش في المعدة وبتخلي بدل ما يبقى حجم المعدة قد كده بتلاقي حجم المعدة أصغر بكتير يا عظيمة. فلما باجي أكل ما باكلش كل الكميات دي. دي حاجة خلاص الجسم اتعود على الكمية القليلة دي بالظبط، وهتبقى لايف ستايل. احنا بنحاول فعلا ندعم نفسنا ونساعد نفسنا طبعا، مهم قوي. دي حاجة حلوة. والحلو في بيستا ان انا بعد ما باخد بيستا بقعد على الأقل 8 ساعات انا مش حاسة ان انا جعانة، لأن ناس كتير كل ساعتين بتجوع. ايوه بالذات في الشتاء بيجوع قوي. الجو الشتاء بقى وبالليل فرق حرارة الجسم من حرارة الجو دي بتجوع طبيعي طبعا. وخلي بالك لو حد سألني لما قلت لي على حرارة الجسم على المية، المية الساقعة ولا الدافية؟ ايوه الناس بتقول لك ميه سخنه لا مش ده، الميه الساقعه هي اللي تخس. الميه الساقعه ليه؟ لان حراره جسمي 37. لما باجي اشرب ميه ساقعه لازم الميه تبقى نفس حراره الجسم، فالجسم بيستهلك سعرات حراريه أكتر عشان يعادل الحرارة بتاعت المية، فالمية الساقعة هي اللي بتخسس أكتر من المية السخنة. طيب يبقى الـ 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 زي ما أنا قلت الشوفان وردة القمح وقشور السيليوم. هايل. معايا فيتامين سي بيساعد لي على حرق الدهون المخزنة، والكروميوم ليه وظائف كتيرة جدا مفيدة وفعالة في حرق الدهون وتظبيط مستوى السكر وتظبيط مستوى الكوليسترول في الدم. طب كويس، يعني هو كده يصلح كمان لأصحاب الأمراض المزمنة. طبعا رائع لأصحاب الأمراض المزمنة، من قلب من ضغط من سكر. يبقى طبعا دلوقتي حد يسألي طبعا هنا السادة معانا حالات اهي كمان الشباب. خست استخدموا كورس بيستا من طبعا بيستا والبا مالتي فيت والجرين كوفي. طبعا هنا هو هنا الولد مش اوفر ويت قوي، بس الحلو ان اول ما يبتدي لو حد حاسس ان هو بدا يدخل يلحق نفسه الفرق بان فعلا بعد ما شفنا بعض. طبعا 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 طبعا. الناس هتسالني هاخد يا دكتوره دينا كيس كيسين ثلاثه اربعه، هاخد كام كيس؟ عندنا فريق طبي متواجد 24 ساعه داخل. الارقام طبعا الارقام اللي انا شايفاها على الشاشه دي للتواصل مع الشركه المنتجه او لطلب كورس بيستا. كويس. الدكاتره اللي موجودين بيتابعوا الحاله كل اسبوع، ومش بنستنى ان العميل هو اللي يتكلم، بيلاقي تليفون كل اسبوع ليه. هاي. الاخبار خسيت كام كيلو، الاكل قل ولا لا، كل المتابعه بتبقى موجوده بالمجان مع الفريق الطبي من شركه باينات. وهي الصفحه كمان الخاصه ببايو بيستا. طبعا صفحه بايو بيستا دي موجوده على الفيسبوك لطلب المنتجات للاستفسار وات ايفر. بنقدر كمان نطلب عن طريق سواء الارقام التليفون او حتى الفيسبوك. طيب دلوقتي حد يقول لي انا دلوقتي قللت اكل كتير جدا. طيب معنى ان انا قللت اكل يبقى قللت الفيتامينات وقللت المعادن وطاقتي ما بقتش كويسه. طب نعمل ايه؟ على طول بقول اي حد بيعمل دايت لازم يمشي على مالتي فيتامينز. حتى الدكاتره بعض الناس بيلجأوا لعمليات سمنه مفرطه سواء تكميم او تدبيس او وات ايفر، الدكتور على طول في روشته بيكتب مالتي فيتامين، لازم يمشي على مالتي فيتامين. فاي حد بيعمل دايت لازم يمشي على مالتي فيتامين. برشح وبقوه من اهم الفيتامينات اللي موجوده دلوقتي هو البا مالتي فيت. طيب خلينا نشوف حالة أميرة تقول لنا الأول تجربتها مع بيستا، ونرجع نستكمل مع دكتور دينا حديثنا عن ألفا مالتي فيت. احكي لنا قصتك مع بيستا وإزاي ساعدك تخسي. أميرة أبو شوشة، سني 39 سنة، وزني كان 140 كيلو وبقيت 85. كنت بعاني من الوزن التقيل من السمنة المفرطة، وكنت عندي بطولة وما كنتش عارفة أنزل الوزن في وقت بسيط. فأنا خدت بيستا وفرق معايا جامد، وكان منتج فعال جدا. كنت بستخدم بيستا قبل الأكل بنص ساعة، وما كانش عندي أي مشكلة بطعمه ولا أي مشكلة خالص، بالعكس طعمه هايل جدا، بطعم التفاح هايل يعني. كنت باكل كل اللي نفسي فيه بكميات بسيطة، لأن بيستا كان بيحسسنا بالشبع طول اليوم. كنت مبسوطة جدا إن أنا كسبت بطولة الجمهورية بفضل بيستا، وأنصح أي حد عنده سمنة على طول من غير ما يفكر هي بيستا.
هايل والله، ده كويس، ثقافه جميله وهي مبسوطه واحلى حاجه انت عارفه انك ايه، تاخدي حاجه امنه وما هياش بتشتغل على مراكز المخ، على حاجات خاصه بتاثر على اجهزه الجسم، حاجه الياف بتساعد الناس الممسكين طبعًا. اصلا في وقت الدايت طبعًا طبعًا. انا مبسوطه بده جدا. لازم كمان مع الكورس اخد قلب مالتي فيتامينز، على طول بقول المالتي فيتامينز عباره عن الحياه، من غير مالتي فيتامينز على فكره سواء بالكورس او من غيره يا دينا احنا محتاجين مالتي فيتامينز في حياتنا اصلا. المالتي فيتامينز للي عايز يخس واللي مش عايز يخس، احنا محتاجين مناعه قويه. بس انتوا مع الكورس لانه بتدوا دايما الشكل طبعًا العام يبقى طبعًا الانسان راضي عنه، راضي عن نفسه. ليه برشح قلب مالتي فيت؟ لانه دخله فيتامين سي، كل عائله فيتامين ب الكامله، زنك وكالسيوم والكوبر النحاس. طبعا هناخد من قلب مالتي فيت كم قرص؟ هو قرص واحد في اليوم، كويس. ما بكترش عن كده بعد الفطار، هايل عشان يقوي نشاط كده بالظبط. وعندنا مع الكورس الجرين كوفي اللي بيساعد جدا على زياده معدل الحرق، وبيطلع مع الكورس نقدر نقول فيتامين د هديه، اللي اعتقد لو اي حد فينا عمل تحليل فيتامين د للاسف هيلاقينا 99% من الشعب المصري. فيتامين د مهم لانقاص الوزن، مهم للمناعه، مهم للصحه النفسيه جدا. كل الفيتامينز يا دين انت يعني قلت لنا قبل كده ان الامتصاص الفيتامينز مهم، ان فيتامين د لو موجود مش هيمتص الكالسيوم، مش هيمتص طبعا طبعًا. يعني مهم ان احنا نخلي بالنا من ده، مهم جدا ان ما ينزلش عن 20. هو المفروض من 20 ل 60، يعني كويس ان الواحد يبقى في ال 30 في ال 35 في الرينج المتوسط، لكن اقل من 20 ده بيبقى قليل قوي والجسم هيبقى محتاج فيتامين د طبعا اكيد. طيب نتكلمينا بقى على الكورس تاني وطريقه الحصول عليه، والارقام دي خاصه باتصالات واتساب. كورس بايوبيستا طبعا شركه بايو ناتشرالز هي الوكيل الحصري لهذا الكورس. كويس. الكورس امن فعال، بنقدر نخس بدون حرمان، مرخص من وزاره الصحه المصريه، مرخص من هيئه سلامه الغذاء. الكورس عباره عن اكياس بيستا او ساشيت بيستا مع الب مالتي فيت مع الجرين كوفي. ازاي نقدر نتواصل؟ نتواصل من خلال الشركه طرحه ارقامها على الشاشه. عندنا فريق طبي بيتواصل مع الحالات كل اسبوع بالمجان، بلس كمان ان عندنا صفحه على الفيسبوك اسمها بايو بيستا، نقدر نستفسر عن الكورس او نطلب الكورس كمان من خلال صفحتنا اللي على الفيسبوك يا عزيزي. قول لنا بقى بيبدا من ايه نستخدم بيستا للاطفال؟ العمر الاطفال من ابتداء من 13 سنه نقدر نستخدم المنتج لجميع الاعمار، حتى العمر الكبير كمان يقدر يستخدمه بكل امان. واصحاب الامراض المزمنه من ضغط، من قلب، من سكر، من كوليسترول يقدر يستخدمه بكل امان. دي حاجه هايله. طيب احنا كده بالنسبه بقى للناس اللي عندها الحرق ضعيف، هل الجرين كوفي كافيه ولا الكروميوم كمان اللي في بيستا؟ بصي يا عظيمه، هو احنا بنعلي معدل الحرق بكذا حاجه، بالجرين كوفي دي اول حاجه، بالكروميوم، وب فيتامين سي اللي موجود في بيستا والب مالتي فيت، بلس ان فيتامين ب بيعلي جدا عمليه التمثيل الغذائي، فبالتالي بيعلي الميتابوليزم وبالتالي بيعلي سرعه الحرق. طبعا فيتامين ب كومبلكس موجود داخل الب مالتي فيت، المجموعه كلها، والكالسيوم مفيش منه ضرر لان هو نسبته مش معدله كويس وما ملوش تاثير فيما بعد بالظبط، او يترسب او كده. اقدر امشي على الب مالتي فيت ما عنديش مشكله، لان الكالسيوم انا محتاجه كالسيوم كل يوم. الناس البالغين محتاجين 1000، الحامل محتاجه 1200، كبار السن قوي محتاجين ممكن 1100 1200، الناس البالغين بيحتاجوا 1000. انا عندي 70 ملي جرام فقط، فما بخافش من ان يحصل ترسيب للكالسيوم او انه ياثر على الكلى او حاجه اطلاقا. طيب ده هالي جدا، يعني احنا دلوقتي خلاص حضراتكم تقدروا تجربوا الكورس. الكورس بينزل معايا فيتامين د هديه بالظبط. صح بالظبط. قول لنا الكورس مره تانية عباره عن ايه؟ الكورس عباره عن طبعا بيستا ده الرقم ده اللي مسؤول عن انقاص الوزن، لانه برجع اقول ان بيستا هو اللي بيحسسني بالشبع، هو اللي بيخليه فتره طويله انا مش حاسه ان انا جعانه، لان رده القمح بتاخد فتره طويله في الهضم، فممكن على الاقل 8 ساعات انا مش حاسه ان انا جعانه، ودي حاجه كويسه جدا. بلس ان دخله الكروميوم وفيتامين سي. هاخد كيس او 2 أو 3 على حسب الدكتور اللي بيتابع الحاله من شركه بايو ناتشرز. كل بني ادم ليه كورس مختلف. كويس. دي مهمه المعلومه دي. طبعا بيتقاس البادي ماس اندكس، بيتقاس كتله الجسم، ونعرف احنا اوفر ويت قد ايه. طبعا ده بيستا. تاني منتج عندي
داخل كورس بيستا هو ألب مالتي فيت، من أهم وأقوى المالتي فيتامينز والمكملات الغذائية الداعمة جدا للفيتامينات والمعادن، الدعم للطاقة، الدعم للمناعة، الدعم لصحة شعرنا، لصحة بشرتنا، لصحة ضوافرنا عشان ما تتكسرش، لحالتنا النفسية. على طول أقول الحالة النفسية مهمة كمان جدا. كمان نقص فيتامين د بيأثر على الحالة النفسية؟ طبعا بيجيب نقص فيتامين د الشديد يجيب اكتئاب على طول، يجيب ديبرشن. فعشان كده بنصح ان احنا كلنا نعمل تحليل فيتامين د لازم، عشان ده مهم. لو اقل من 20 لازم اخد صح. وهو كمان ليه نسب، انتوا هنا مقدمينه ما شاء الله بنسب معتدله تصلح لكل احنا مقدمينه بنسبه 1000 وحده، يعني اللي هو الناس الطبيعي اللي هو المعدل الطبيعي اللي في اليوم بالظبط. الناس اللي عندها نقص جامد جدا بيحتاجوا بقى نسب اعلى. بالظبط، بس خلي بالك فيتامين د ما بيتاخدش بالنسب اللي عاليه غير بعد التحليل. دي حقيقه فعلا، عشان بس بنلفت نظر. ما انا ليه بدخل معاكي في التفصيل عشان نوضح اكتر، عشان في ناس ممكن تقول لك انا محتاجه بس ممكن بعد كده يعمل تاثير سلبي لا قدر الله. النسب العاليه، النسب العاليه لكن اللي موجود في الكورس ده تدعيم لفيتامين د مع الكورس. 100000 وحده و50000 وحده و10000 وحده و25000 وحده وحاجات دول الفيتامين د عندهم واقع جدا. لكن الفيتامين د عندنا الناس اللي تقدر تاخده حتى من غير تحليل، لان ال1000 وحده ما بتعملش تاثير. حبيبتي يا دندون، حبيبه قلبي. وكمان عندي كمان جرين كوفي اللي بيساعد جدا على انقاص الوزن. نقدر نطلب الكورس ازاي؟ من خلال شركه باي ناتشرالز. وعايزه اقول ان طبعا النتائج ممتازه، الفيدباك بتاع الساده العملاء اكثر من رائع، سواء ستات او رجاله او شباب وحتى كبار السن. يعني طبعا انا بشكرك جدا يا دكتور دينا، وبجد اسمحوا لي اشكر ضيفتي اللي شرفتني ونورتني النهارده، دكتور دينا ابو السعود المستشار الطبي لشركه باي ناتشرالز. تسلمي لي يا دكتوره، منورانا دايما، حالتي متالقه. تسلمي لي. وطبعا اشكر حضراتكم شكرا جزيلا على حسن المتابعه، واتمنى من الله ولا يكتر على الله اشوف حضراتكم من هنا لحلقه جديده على الف خير وصحه وسلامه وسعاده، وسلام عليكم.